علاقتي بهند ساهمت بشكل كبير في تمكيني في مسألة أني أكون مرشدة لها، خلتني على يقين أن ربما اختياراتي كانت صحيحة. بالفعل لما دخلت على بياجي قالت لي أنه أعتقد أني لقيت نفسي، فحسيت أنه هذه لحظة تمكين شخصية لي. أعتقد أنه أي امرأة ناجحة ملهمة ومؤثرة في أي مجال كانت فيه لابد أن تحدث شيء من التغيير في حياة نساء أخريات علشان تمكن نساء أو جيل قادم. كوني ناجحة يمكن في مجالي أو مؤثرة في مجالي يعطيني المجال أنه أساعد بنات كثير رغبانين في الحصول على النصح والإرشاد.